ولنقاشها من النقاط التي وردت في الإفادة التي قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسهارت حول الانتخابات المقبلة. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم، حياكم الله وحياكم. دكتور، كيف يمكن قراءة تركيز بلاسهارت في إفادتها على الانتخابات وتغييب الجوانب الأمنية والإنسانية ومنها الاغتيالات والانتهاكات المرتكبة في حق المتظاهرين؟ لماذا التركيز على الانتخابات؟ أكرر الترحاب بك أختي العزيزة. حقيقة الأمر هذا يؤكد على أن الشأن العراقي والسبل لإنقاذ العراق في وادي والمجتمع الدولي في واد آخر، وبالأخص الممثلة اليونانية في العراق التي أكدت على مر الوقت أنها لن ترتقي في مهمتها إلى المهمة اللازمة الإنسانية، وتأكيدها على موضوع الانتخابات وكأنما أمر الانتخابات مجرد شكلي يراد أن يتم حتى يقال أن الوضع العراقي مستتب، وهذا السلوك بالتأكيد يتقاطع مع ما هي الحقيقية للمجتمع العراقي وما يبغي إليه الشارع العراقي. أشارت أيضا المبعوثة الأممية لانعدام ثقة الشعب العراقي في السلطات ومؤسسات الدولة عموما. كيف ترون المشاركة، مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة في ظل كل هذه التحديات التي يمر بها المواطن؟ انعدام الثقة هي حالة حقيقية، ولكن السؤال إذا كانت بالأخص تعرف أن هناك انعدام ثقة كاملة ما بين الشعب وبين الحكومة، فكيف تذهب إلى أن الآلية الانتخابية القادمة والتي هي وضعتها العملية السياسية ستكون ناجعة وتكون الحل الأمثل لخلاص العراق؟ هذا واحد. أما من حيث سؤالك عزيزتي، حقيقة نعم أن الوضع في العراق يمر في مأزق كبير جدا. المجتمع العراقي أدرك حقيقة العملية السياسية، وإذا ما تبعنا اهتمامات الحقيقية للانتخابات نرى أن المعني بالانتخابات والذي يدعو للانتخابات هم أولئك الذين اغتنموا وعاشوا وتعشعشوا في هذه العملية السياسية، وبالتالي الدعوة التي رسمية صادرة من الجهات الرسمية في واد، وتوقع توجهات الشعب وقناعاته في واد آخر، لأن الشعب اقتنع أن العملية السياسية العرجاء العوجة أصح من العرجاء هي صنيعة احتلال وصنيعة مغانم وأناس فاسدة لا ترتقي بفعلها إلى إنقاذ العراق. ذلك ستبقى عملية المقاطعة هي حقيقة الحاسمة القادمة في الانتخابات القادمة. جينين بلاسهارت من أكثر الشخصيات التي أثارت جدلا في العراق بسبب تقاريرها السابقة حول ثورة تشرين وغيرها من الانتهاكات الإنسانية المرتكبة في حق الناشطين والمتظاهرين. إلى أي مدى يثق الشعب العراقي في مثل هذه الإفادات والتقارير الأممية بمجلس الأمن وغيره من المنظمات الدولية؟ نعم، كان سلبي حقيقة، وإن أظهرت بعض علامات التقارب مع تشرين ومع الساحات، ولكنها كانت صورية، مجرد صورية ليس إلا، وذلك لدلالات التالية: لم تكن الأمم المتحدة بمستوى فعلها واهتمامها الإنساني بالقضية تشرين وقضية الثورة، لم تكن الأمم المتحدة رقيب حقيقي أو منتقد حقيقي إلى سلوكيات الطرف الثالث أو الحكومة التي كانت تدلس على الطرف الثالث، لم ترتقي الأمم المتحدة في مهمتها إلى اللقاء الحقيقي مع عناصر فعلا من الساحة لهم رؤية حقيقية، ولكن كثير ما تلتقي مع أناس لهم إلى حد معين تذبذب في الموقف، ثم أن مسؤولية الأمم المتحدة في العراق قد التقت وجاملت وسايرت من اتهم في إراقة الدم التشريني وغير التشريني. إذن المواقف كلها كانت غير إيجابية، والأسف الشديد هناك أقوال، والتحقيق الذي يجب أن يقول قوله، هناك مواقف تشترى وتباع من قبل سياسيين، من قبل من طرف بلاخص. المبعوثة الأممية وحكومة الكاظمي على حد سواء يدفعان لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها،
هل تتوقع إجراءها أم تأجيلها دكتور؟ أنا أتوقع تأجيلها، رغم أن الجهات المعنية في العملية السياسية تسعى للقيام بها، سواء كاظمي أو الأحزاب المتنفذة أو الأحزاب التي تحاول أن تصعد ظنا منها أنها سوف تقدم شيء معين. أتوقع أن الصراعات الحقيقية ما بين القوى السياسية التي أدت إلى الانسحابات وإلى حالات التقاطع الحقيقي ما بين القوى السياسية، قد ترى أن الانتخابات إذا ما جريت في هذه الآلية وفي ظل التقاطعات والمقاطعات ستكون ناتج إلى حالة من الهستيرية السياسية لدى السياسيين، وذلك أنا أعتقد أن الظروف ستدفع باتجاه التأجيل، رغم أن الأقوال والصيحات تسير باتجاه إقامتها، ولكن توقعي الشخصي أنها لن تجري رغم ما سيحدث وما يتبعه من تداعيات سلبية على الشأن العراقي بالحالتين، بحالة إجرائها أو عدم إجرائها كذلك. شكرا جزيلا لكم أستاذ العلومية السياسية دكتور قحطان الخفاجي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.